يوما بعد آخر تزداد حدة العقوبات الدولية على إيران بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان التي فاقمها قمعها للاحتجاجات الشعبية ضد النظام، وتتعالى الأصوات المطالبة بمضاعفة هذه العقوبات. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أكدت تأييد بلادها لتشكيل لجنة أممية خاصة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين في إيران عن انتهاكات حقوق الإنسان بعد وفاة الشابة مهسا أميني، طلب بها المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في إيران خلال اجتماع لمجلس الأمن نظمته أمريكا مع ألبانيا بصيغة أريا لنقاش الاحتجاجات الأخيرة وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جافيد رحمان قال بدوره إن الوضع الراهن لحقوق الإنسان في إيران والمأساة التي تواجهها منذ أيلول الماضي يعكسان سياسة الإفلات المطلق من العقاب وغياب أي نوع من المساءلة، مضيفا أن رد القوات الأمنية على التظاهرات أدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص. كذلك أوقفت سلطات النظام 14,000 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات بمن فيهم ناشطون ومحامون وصحفيون. حقوقيون إيرانيون طالبوا المجتمع الدولي بعدم الدخول في أي اتفاق يساهم في استمرار النظام الإيراني الذي لا يأبه بمعاناة الشعب، بل ازداد عنفه وتوسع ليشمل حتى المدارس والمستشفيات. كذلك طالبوا حكومات العالم بسحب سفرائها من إيران وتقليص حجم تمثيلها الدبلوماسي. مكتب الأمم المتحدة لمنظمة هيومان رايتس ووتش طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي ذي مصداقية يوثق استخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين ويحدد المسؤولين الذين يقفون وراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران الحالية والسابقة من أجل المساءلة والمحاسبة.